مش ضحك خلاص، وقفوا البز، وقفوا البز. اتفرجتش على الجلسة الأولى؟ مسلية جدا. لا ما اتفرجتش ولا شفت اللي حصل اليومين اللي فاتوا من البرلمان؟ ازيك يا حاج؟ السلام عليكم. انا ما عجبنيش اصلا اللي حصل في البرلمان عامة. تخيل بعد كل الضحك ده وقفوا الجلسات، وقفوا بس الجلسات خلاص، يعني مش هنشوفها في التلفزيون. دي كارثة أكبر. إذا كانوا بيعملوا كده وإحنا شايفينهم، هيعملوا إيه إحنا مش شايفينهم؟ ما فيش في ايدينا حاجه ان احنا نعمل، اكيد هينهبوا البلد اكتر ما يمنعوا. وقفوا بس الجلسات خلاص. خلاص ما فيش جلسات تاني. نجد شنوبه مش هنضحك يعني للاسف. بسبتك ده كلام؟ احنا بنضحك عليهم من غير اي حاجه. وقفوا بس الجلسات. ما ينفعش، ما ينفعش نشوفها خلاص. لا ما ينفعش، امال ما نعرف مين اللي شغال ومين اللي مش شغال ازاي. المجلس باظ. ينفع ينفع بس ينفع ايه؟ انت ينفع اللي هم بيعملوه ده؟ بيقول لك تقور كوسه، والتاني يقول لك تقور بدنجان، ويقول لك تعمل تريكو. لما احنا امبارح لما كنا شفناهم كانوا كلهم اصلا اللي بيتكلم في التليفون، اللي بتظبط القصه بتاعتها، اللي بتعمل باي، اللي جايه تسلم على ده ومش عارف ايه. والله العظيم انا زعلان والله، هتبقى انبساط يعني توفيق عكاشه ومرتضى منصور هيبقى في دوتات عظيمه يعني، فاهم؟ في حوار في الموضوع كتير يعني. لا في كتير والله. لا وفي افات بقى بتاعت اللي هو الراجل اللي اتعرف على الست اللي هو الزايد اللي هو خد سيلفي. لا يعني في افات كانت هتبقى كتير جدا في الموضوع. احنا زعلانين والله فعلا. مش هنشوفه يعني هنشوفه يا ريت احسن يا شيخ. ليه؟ عشان ما نتفرجش على مهزله من ناس كبيره. تخيلي هم عملوا كده واحنا شايفينهم، امال واحنا مش شايفينهم هيعملوا ايه؟ يعملوا اللي يعملوا بقى. لا والله مش خلاص. بتعمل ايه يا حاج؟ بتعمل ايه يا حاج؟ انا متضايق على فكره. كلنا متضايقين والله، الواحد يضحك. هنشوف ايه طيب؟ خلاص يعني هنشوف ايه؟ اشوف تياتر مصر بقى، اشوف مسرح مصر. والله هو انا زعلان بس ان خاطر في عضو مجلس الشعب راجل قريبنا مش هشوفه تاني. زميلك مين اكتر واحد زعلان انت مش هتشوفه؟ لا مرتضى منصور. بتحبه طبعا. زعلان على مين؟ دين عبد العزيز. المفروض يعملوا جلساته على قناه موجه كوميدي، واحده الصبح واحده بالليل واحده في منتصف النهار. منتصف النهار. استاذ مين حد امين الشرطه اللي وقفنا في الشارع؟ جميل. ما شفتش الجلسه الاولى؟ ما اتفرجتش عليها. انا هشهدك. ثانيه صلوا على النبي. سمعتوا عن اللي حصل في مجلس الشعب؟ ايه اللي حصل؟ مرتضى منصور ما راحش المجلس خالص، راجع خربق الدنيا وحلف اليمين غلط. كل ده وقفوا بس جلسات مجلس الشعب. ما ينفعش، بلد مش ديمقراطيه خالص، عالم عبيطه. تخيل بقى كل ده بنقول قدام امين الشرطه.